أهلا بكم يا باشمهندسين في الفيديو رقم 17 من فيديوهات مشروع التخرج للسنة الرابعة هندسة قوى ميكانيكية جامعة عين شمس. إحنا في الفيديو دوت هنستكمل الأحمال الحرارية في التكييف، وهتبقى خاصة بالأحمال الحرارية الداخلية اللي هي بتتولد داخل المكان. احنا كنا في الفيديو رقم 15 و16 أخذنا الأحمال اللي بتنتقل من الجو الخارجي إلى داخل المكان عبر العناصر الإنشائية. ففي الفيديو دوت هنستكملها علشان نحسب ونقدر الأحمال التي تتولد داخل العناصر داخل الفراغات المعمارية. وهنبتدي الأحمال الحرارية الداخلية بالأحمال المصاحبة لعملية الإنارة، ونلاقي فيها إن الحساب بيتم طبعا بالبريتش يونت، إن عندنا 3.4 مضروبة في قدرة الإضاءة، يعني اللمبة دي مثلا لو 40 واط 50 واط وهكذا، في البالاست فاكتور لو كانت فلوريسنت، في الكولينج لود فاكتور. وعارفين ان هو اللايت هو في الاخر هو عبارة عن اشعاع حراري، فلابد ان هو طبعا برضو يسقط على الاجسام فترتفع محتوى الحراري، يرتفع مع درجة الحرارة، وبعد كده الحرارة ديت تنتقل الى الهواء علشان تروح بعد كده لجهاز التكييف او منظومة التكييف علشان تشيل منه الحرارة. دايما الحرارة اللي بتتشال من الهواء هي الكولينج لود. تعالوا نشوف اللي هو العناصر اللي موجودة في المعادلة. فبنقول إن حمل الإضاءة بتحكمه العلاقة اللي هي الكيو بتساوي 3.4 في الدبليو في البالاست فاكتور في الكولينج فاكتور. المعادلة دي بتتكون من ايه؟ فالمعادلة هنلاقيها انها بتقول ان الكيو ديت هي الكولينج لود اللي هو نتيجة الاضاءة الناتج عن شدة الاضاءة. 3.4 ديت هي تحويل من وحدات البريتش يونت الى وحدات من وحدات الاس اي وحدات البريتش يونت، بحيث ان عندي الدبليو ديت انا بعبر عنها بالوات، وهي وحدات طبعا اس اي يونت واحنا شغالين بالبريتش يونت، هي القدرة بتاعت الإضاءة. ولما نقول قدرة الإضاءة هي شدة الكهرباء أو الطاقة الكهربائية المسحوبة في وسائل الإضاءة. بعد كده في عندي بالاست فاكتور، وديت هي مرتبطة باللمبات النيون، لأن لمبات النيون القديمة طبعا بنتكلم على القديم إنها دايما بيبقى فيها ترانس، فالترانس دوت هو كمان يعني بيطلع منه حرارة نتيجة التحويلة الكهربائية اللي هو بيعملها. والكولينج لود فاكتور، أول ما أشوف كولينج لود فاكتور يبقى إذا أنا في عندي حرارة جايالي بالإشعاع، وأنا عايز أحولها لحرارة تنتقل بالحمل، يعني وصلت للهواء. فدوت هو كولينج لود فاكتور. هنلاقي إن البالاست فاكتور لما قيمته اللي هي مرتبطة بالإضاءة بتاعت النيون بتساوي 1.25، إنما لو نستخدم اللمبات اللي هي الفتيل هنلاقي قيمته بتساوي 1. وبعد كده الكولينج لود فاكتور دوت يعني 99% هتاخد قيمته بتساوي 1 تحت الشروط الآتية: إن أجهزة التكييف شغالة لما يبقى في عندي ناس موجودين داخل المكان، وطالما في عندي ناس موجودين داخل المكان فبالتالي هيبقى في عندي إضاءة. الحاجة التانية إن أجهزة التكييف شغالة لفترة لا تقل عن 16 ساعة. ثالث حاجة إن بعد ما المكان يبقى مفهوش أشخاص أنا بسمح للمكان إن ترتفع فيه درجة الحرارة، فبالتالي تحت الشروط ديت باخدها بتساوي 1.
طيب بالنسبة بقى للدبليو ديت اللي هي اللايتنج كاباسيتي أو القدرة، قدرة الإضاءة، أجيب قيمتها من فين؟ فنلاقي إن إحنا في عندنا أشري بيديني قيم لتطبيقات مختلفة. نقول تطبيقات يعني نوعية المكان اللي بيتكيف، هل المكان دوت هو زي عمر أفندي؟ هل المكان دوت هو مبنى مكتبي؟ هل المكان دوت هو معرض؟ هل المكان دوت هو متحف؟ فكل مكان من الأماكن ديت بتحتاج شدة إضاءة بتختلف عن التانية، وبنعبر عنها بالوات لكل متر سكوير. يعني لو احنا مثلا في الديبارتمنت ستور، الديبارتمنت ستور زي قلنا ان هو زي المحلات بتاعت عمر افندي، فهتلاقي ان يعني في الدور البدروم بيبقى فيه معروضات تختلف عن الدور الارضي، تختلف عن الدور الاول والثاني وهكذا. فبالتالي طالما المعروضات مختلفة فشدة الإضاءة عليها بتبقى مختلفة. قال لك والله في البيزمون شدة الإضاءة تبقى من 30 ل 50، في الدور الأول هتبقى من 40 ل 70، في الأدوار العليا اللي هي بالذات بتاعة الملابس النسائية هتبقى من 30 ل 50، لو في عندك بقى مفروشات منزلية فهتبقى من 20 ل 30. أما في المكاتب فشدة الإضاءة بتتراوح من 10 ل 50. لو أنت في عندك يعني مباني فيها أجهزة كهربائية وكمبيوتر وأجهزة إلكترونية أخرى، ممكن شدة الإضاءة تصل من 50 ل 110. ولو في عندك أنت معرض فبالتالي أنت بتسلط الإضاءة على المعروضات بحيث أنت عايز تسوقها، فبتبقى شدة الإضاءة أعلى شوية، بتبقى 108. في المتاحف شدة الإضاءة بتبقى من 20 ل 90 وهكذا. في كل يعني في كل تطبيق شدة الإضاءة فيه بتختلف. وكمان عندي برنامج الريفت اوريدي بيحتوي على معلومات ممكن تساعدني ان احط القيم بتاعتي دي. تعالوا كده نشوفها مع بعض. فلو فتحنا هنا يعني المشروع بتاعنا اللي هو بتاع جروب A، هنلاقي ان في كل مكان من الاماكن ديت في حاجة اسمها سبيس. يعني لو دخلنا هنا ده مثلا، دي عندي كلينيك ديت، هنا دي عيادة. السبيس ده لو انا عملت عليه سيليكشن، ادي السيليكشن اهو، هنزل تحت كده هلاقي في عندي السبيس تايب. السبيس تايب هاجي هنا هلاقي ان في عندي بوكس كده، هدوس عليه هيطلع لي بقى ايه الانواع المختلفة. فاحنا مثلا دوت عندنا الكلام ده موجود في هوسبيتال، فلو كتبت هوسبيتال ادي الهوسبيتال. طبعا الكلينيك هي عبارة عن اكزامينيشن روم، فلو رحنا للاكزامينيشن روم هوسبيتال نورسري هوسبيتال واشنج اوبريتنج روم، هي الاكزامينيشن روم هي اللي موجودة هنا عندي في السطر الرابع. لو دخلت عليها فهيجي يديني هنا شدة الإضاءة، فين اللايتنج؟ أدي اللايتنج أهو، مقداره بيساوي 16.15 ديت وات لكل متر سكوير. طيب نفترض إن المكان ده سوبر ماركت، تعالى كده نكتب سوبر ماركت. سوبر ماركت فتلاقي ان الاضاءه فيه بقى بيساوي كام. نروح كده عندي اللايتنج، لايتنج هتلاقي ان هو طبعا عالي بقى تقريبا الضعف، 22.6. طيب تعالى لو المكان دوت اوفيس، بكتب اوفيس، نروح مثلا هنا الاوفيس انكلوزد، هلاقي مقداره بيساوي كام، 11.84. فاذا يعني ريفت برضو ممكن يساعدني في معرفة شدة الإضاءة المطلوب اللي أنا أحطها. نيجي لحاجة تانية من ضمن الأحمال اللي بتتولد داخل المكان، وجود الأشخاص ذات نفسهم جوه المكان دوت بيبقى يعني عنصر من عناصر اللي بتولد الحرارة داخل المكان. طيب الحرارة ديت بتاعتهم هتنقسم في الحقيقة إلى قسمين، حرارة محسوسة وحرارة كامنة. لما نقول عندي حرارة محسوسة فهي الحرارة اللي بتتسبب في ارتفاع درجة الحرارة، والحرارة الكامنة
اللي هي بتتسبب في ارتفاع محتوى البخار داخل المكان، لأن طالما في عندي كائنات حية فبالتالي تنفسهم بيطلع بخار مية، ده بخلاف إن هو أوريدي أجسامهم بتفرز مية عن طريق العرق. كل دوت بيتسبب في زيادة المحتوى الحراري للهواء، فالمفروض إن أنا أشيله. طيب تعال نشوف العناصر اللي هي بتكون المعادلة ديت. هنلاقي إن عندي الـ QL أو QS ده السنسبل والليتنت هيت جين، يعني الحرارة المحسوسة أو الحرارة الكامنة، دي بحسبها لوحدها ودي بحسبها لوحدها. بعد كده عندي QS و QL ديت كمية الحرارة اللي بتنتقل من كل شخص، وطبعا الحرارة بتنتقل من كل شخص مرتبطة بمستوى النشاط اللي هو بيبذله، وديت هنشوفها في الجداول اللي هتالي السلايد. طبعا كل واحد فيهم بيتضرب في عدد الأشخاص اللي موجودين، وما ننساش إن من ضمن الحرارة اللي بتخرج من الأشخاص زي ما في حرارة بتخرج بالحمل نتيجة اختلاف درجة حرارة بين جسم الإنسان ودرجة حرارة الهواء اللي حواليه، كذلك جسم الإنسان بيطلع حرارة بالإشعاع إلى الأسطح المحيطة به، والحرارة طالعة بالإشعاع ديت في الآخر هتسقط على الأسطح، تتسبب في ارتفاع محتوى الحراري، تتسبب في ارتفاع درجة حرارتها، ثم انتقالها مرة أخرى للهواء عن طريق الحمل. فبالتالي في عندي كولينج لود فاكتور. نيجي هنا في الجدول دوت، هو بيديني كمية الحرارة اللي خارجة من كل شخص، وديت مرتبطة بمستوى النشاط اللي بيبذله الشخص. طبعا أكيد واحد يعني قاعد بيتفرج على عرض مسرحية أو فيلم مش زي اللي موجود داخل الجيمنيزيوم، يعني هو مش هيجي في صالة العرض ويلعب بالدمبلز يعني. فبالتالي هو بيقولك والله يعني مستوى النشاط اللي مبذول دوت هيبقى يعني ناس قاعدة في المسرح، والناس ديت برضو بيختلف في نشاطهم، يعني مستوى الهضم اللي بيبذله الجسم لو كان هو في الصبح أو بالليل، ولو كانت هي already يعني قاعدة بس بتبذل يعني مجهود خفيف، ده زي إيه؟ زي في المكاتب وفي الفنادق وفي الشقق السكنية. طيب لو هو كان بيمشي دوت زي في الايه في البنوك وهكذا، طيب هو قاعد بيبذل يعني مجهود هو قاعد، فدوت هيبقى في المطاعم وهكذا. هتلاقي بقى مستوى كمية الحرارة بتنتقل بتختلف بارتفاع المستوى النشاط، زي هتلاقي اكتر حاجة اللي هي النشاط الاثليتيك اللي هو الرياضي، يعني ده بيتم في الجيمنيزيوم، فهتلاقي ان كل فرد بيطلع تقريبا 2000 BTU. طيب بعد كده قال لك خلي بالك بقى، يعني كمية الحرارة اللي طالعة ديت هي مجموعهم بيختلف، لو والله المكان دوت فيه رجال بس أو هو خليط من الرجال والنساء. طبعا لو رجال بس يعني في بلادنا في منطقة الشرق الأوسط، فبالتالي دي أكيد هتبقى يعني معسكرات عسكرية، أو عندك مدارس للبنين بس. إنما في العادة يعني في كل مكان بيبقى بيتواجد فيه خليط من الرجال والنساء، فلو حاجة زي كده وطبعا هي الغالب الأعم، فبنستخدم الايه الادجستد فاليو. ادجستد يعني في عندك خليط من الرجال والنساء، بيقول لك ده التوتال بتاعهم. لو انت بقى عايز تعرف طب هو قد ايه سنسبل وقد ايه ليتنت، وطبعا محتاج ان اعرف قد ايه سنسبل وقد ايه ليتنت، ده بعد كده هيدخل في البرفورمانس بتاع الكولينج كويل، لان الكولينج كويل زي ما بيشيل حراره محسوسه كمان بيشيل حراره كامنه، والكونفجريشن او البنيه الانشائيه بتاعت ملف التبريد مرتبطه ارتباط وثيق هي بتشيل قد ايه حراره محسوسه وبتشيل قد ايه حراره كامنه. فبالتالي لو احنا يعني بنتكلم على اوفيس وورك مثلا، فهيبقى عندي كمية الحرارة كلها هتبقى 450، وهي مجموع المحسوس 250 زائد 200.
بس زي ما دايما بقول لك، لو في عندك اي جدول دايما بص على الملاحظات اللي موجودة تحت في الجدول. يعني بيقول لك والله اول حاجة ان كمية الحرارة اللي انت شايفها في الجدول ديت معمولة على ان المكان درجة حرارته 75 درجة فهرنهايت. طب لو درجة الحرارة 80 فهرنهايت، 80 فهرنهايت درجة حرارة الهواء 80، فبالتالي كمية الحرارة المحسوسة لازم هتقل، لأن في عندي فرق درجات الحرارة قل. هتقل يعني كل 5 درجات بتقل تقريبا كام في المية؟ هلاقي إنها بتقل تقريبا 20%. إنما هيظل كمية الحرارة اللي خارجة الكلية ثابتة. الحرارة خارجة الكلية ديت هي مرتبطة بمستوى حرق المواد الغذائية داخل الجسم، فهي هتخرج سواء درجة الحرارة اللي بره ديت قليلة أو زيادة هتخرج. فلو في عندك نقص في السنسبل، واحنا قلنا إن المجموع ثابت، فدوت هيصاحبه زيادة في الليتنت، فخلي بالك. الحاجة التانية إن عندك يعني كمية الحرارة اللي بتنطلق من النساء، يعني هي بتساوي 85% بالنسبة لنفس الحرارة اللي خارجة من الرجال. يعني الراجل بيخرج كمية حرارة، الست بتخرج أقل منه، ومجموع يعني الحرارة خارجة منها بيبقى 85% من الراجل. ولو في عندك أطفال ففي 75%، يعني دوت للعلم. إنما هل الكلام دوت إحنا بندقق فيه أوي يعني في حساب الأحمال الحرارية؟ يعني أعتقد نادرا لما حد يقول لك في عندك أطفال. ممكن والله يعني لو هي في مدارس ابتدائي ولا بتاع، فإذا القيم اللي ناخدها تبقى 75% من القيمة اللي موجودة في الجدول. يبقى كده إيه؟ قدرنا نعرف الـ Q small سواء كان latent أو سواء كانت sensible. طيب هل الكلام ده برضو أقدر إن أنا أطلعه من الـ Revit؟ آه، مش إحنا قلنا هنا إن في عندك الـ degree of activity مرتبطة بنوعية المبنى ذات نفسه؟ يعني نوعية السبيس، نوعية الفراغ المعماري. فلو أنا عارف الفراغ المعماري أقدر أعرف القيم دي وألاقي قيمتها برضو موجودة في ريفت. يعني لو طلعنا برضو هنا، قلنا هنا في عندي examination room، في الهوسبيتال، وعايز أعرف الليتنت هيت والسنسبل هيت اللي خارج من الأشخاص. فبيقول لي السنسبل هيت هتساوي 73.25 واط لكل شخص، وبالنسبة للليتنت هتبقى 58.61% واط. فإذا برضو عندي ريفت. لو أنا بقى جيت هنا مثلا وقلت عندي جيمانيزيوم، جيم أو مثلا جيمانيزيوم، تعال نشوف كده كمية الحرارة. هتلاقي بالنسبة ال ديت اودينس سيتنج ريسينج بلوك ديت الايه الاكسرسايز اريا اللي احنا بنتكلم عليها. في الاكسرسايز اريا بقى اشوف كميه الحراره اللي خارجه مقدارها قد ايه، هتبقى 208 واط لكل شخص و319 واط لكل شخص ليتنت. فطبعا هي بتختلف باختلاف مستوى النشاط اللي هو مرتبط بالمكان اللي انا بكيفه. فتاني كده نأكد الكلام، إن كمية الحرارة تنتقل من كل شخص مرتبطة بمستوى النشاط اللي بيبذله، وزي ما قلنا إن الكلام دوت موجود عند 75 درجة فهرنهايت، وطبعا التوتال هو عبارة عن مجموع السنسبل والليتنت. وما ننساش إن لو درجة الحرارة زادت عن 75 بقت 80، فالسنسبل هيقل ب 20%، ويحصل زيادة مناظرة ليه في الليتنت، بحيث إن عندي الكمية التوتال هتفضل زي ما هي. نيجي الجدول دوت، هو الجدول بيكلمني على الكولينج لود فاكتور، لأن إحنا زي ما قلنا جسم الإنسان زي ما هو بيطلع حرارة محسوسة بتنتقل بشكل مباشر بالحمل إلى الهواء،
ففي جزء من الحارة ديت بينتقل بالإشعاع إلى الوسط المحيط، يعني الأسطح المحيطة، وبعد كده ينتقل مرة أخرى بتاني بالحمل إلى كمية الهواء. فبيقول لي بقى أطلع من هنا الكولينج لود فاكتور إزاي؟ فبيقول لي والله أنت شوف الأول، أنت المكان دوت هيشغل بالأشخاص لمدة قد إيه؟ يعني هل هو هيشغل بأشخاص لمدة 8 ساعات ولا 18 ساعة ولا ساعتين؟ وبعدين شو الوقت اللي أنت هتحسب فيه دوت هيكون بعد ما الناس دخلوا بعدد ساعات قد إيه؟ فبالتالي من مجموع الساعات اللي موجود فيها الإنسان، الناس داخل المكان وهم يعني موجودين جوه المكان بعد وقت إيه من دخولهم، أقدر أدخل وأطلع الكولينج لود فاكتور. بس يعني بيقول لك إن أنت لو أنت هتستخدم الكلام ده في سياتر ولا أوديتوريوم تقدر تاخده على طول القيمة بتاعته بواحد، لأن عندك السيستم بيتم إغلاقه ليلاً. طب نيجي نبص كده، طب احنا في عندنا ايه الابليكيشن اللي احنا بنستمر فيها بتشغيل التكييف ليلا والمكان مش مشغول بالاشخاص؟ يعني نادرا، فبالتالي اقدر اخد على طول الكولينج لود فاكتور بشكل مباشر بيساوي واحد. هنا في عندي مثال ممكن احنا نطبق فيه. فبيقول لي والله يعني إيه هي كمية الحرارة المكتسبة داخل المكان من 240 شخص موجودين في سينما بتعرض ليلا، ودرجة الحرارة بتاعت صالة العرض أنت ظابطها على 75 درجة. تعالوا ناخد أول حاجة، أول يعني خطوة في حل أي مسألة، إن أنت الأول تستخلص المعلومات منها. فإحنا عايزين نطبق الداتا ديت على إيه؟ على المعادلة بتاعت الكيو سنسبل والكيو ليتنت. طيب، وكمية بقى الحرارة اللي خارجة من كل شخص هي هنقدر نطلعها من الجدول بتاع الأوكيوبانسي. فأول حاجة إحنا بنقول إن إحنا في عندي موفي أت نايت، فبالتالي هدخل على السطر بتاع موفي أت نايت، يبقى هو دوت اللي أنا هشتغل عليه. بعد كده بيقول لي من السطر دوت هقدر اني اخد الكيو سنسبل بتساوي 245، واقدر اخد الكيو ليتنت اللي هي بتساوي 105. يبقى كده عندي الكيو. بعد كده اروح عندي المعادله، اروح معوض فيها بحيث ان عندي الكولينج لود فاكتور بيساوي واحد، فيطلع لي القيمه في الكيو ليتنت، تعويض مباشر تطلع لي القيمه. ده بالنسبة لكمية الحرارة اللي خارجة من الأشخاص. طيب أنا كمان في عندي كمية حرارة بتبقى خارجة من الأجهزة، يعني مفيش مكان موجود إلا بيحتوي على أجهزة. ممكن الأجهزة دي تبقى في المطاعم أو تبقى في المكاتب أو في الفنادق. فلو هي عندي في المطاعم ببتدي أبص هل فوق الجهاز دوت في عندي هود بيسحب الحرارة مباشرة ولا ما فيش هود؟ فبالتالي من تحديد نوع الجهاز ولو كان فيه هود أو ما فيش أقدر أطلع كمية الحرارة السنسبل والليتن، أو لو هي إيه ويز هود فهطلعها تبقى هي السنسبل بس. كذلك كل نوع من أنواع أجهزة الكمبيوتر بتطلع لي كمية حرارة. كذلك لو في عندي مكان مستندات، لو في عندي يعني تلاجة بتحفظ يعني مشروبات، وهكذا. إذن لكل يعني جهاز من الأجهزة في كمية حرارة مصاحبة ليه لابد إن أخدها معايا في الاعتبار. هنا دوت مثال بيقول في عندي في يعني مطعم اللي هو الداينر في كمية الأجهزة اللي موجودة في المكان اللي هو فيه التكييف، والأجهزة دي طبعا مفيش فوقيها هود. اللي كان في عندي كافي بيرنر، وفي عندي كافي هيتر، وفي عندي توستر. يقول لك بقى عايز إن أطلع كمية الحرارة السنسبل والليتنت اللي خارجة من الأجهزة دي. طيب تعالى كده ناخدها واحدة واحدة.
فبالتالي لازم هدخل في الجدول. أبص بقى أنا في عندي إيه، أنا في عندي 2 كافي بيرنر، أروح داخل على الكافي بيرنر هلاقي إن هو بيقول لي إن في عندي كمية الحرارة اللي طالعة سنسبل هتساوي 3750، أحطها. في عندي كمية الحرارة اللي طالعة بالليتنت هتساوي 1910، أحطها. فإذا التوتال هيبقى هو المجموع اللي بيساوي 5660. وأكرر نفس الكلام دوت للكافي هيتر والتوستر، وأجمع الكلام دوت على بعضه أهو. بالنسبة للهيتر برضو أدخل على السطر بتاع الهيتر وأطلع فيه كمية حرارة سنسبل وكمية الحرارة الليتنت، والتوتال برضو هيبقى هو عندي المجموع. ونفس الكلام في الايه في التوستر. يبقى انا كده عندي ادي كميات الحراره اللي انا طلعتها من كل جهاز. هجمع الليت السنسبل لوحده وهجمع الليتنت لوحده، يعني هجمع الحراره المحسوسه لوحدها والكامله لوحدها، وهبقى عارف المجموع. يبقى كده كمان احنا اخدنا كمية الحرارة اللي خارجة من الإكويبمنت. كذلك ذات نفس جهاز التكييف اوريدي في عندي جواه مروحة عشان دفع الهواء. طيب ما المروحة ديت ذات نفسها هي محتاجة طاقة كهربائية عشان تدور، والطاقة الكهربائية ديت في الآخر هتطلع في حرارة مع الهواء اللي بيحملها، اللي هي دفعته، الهواء اللي دفعته هياخد منها الحرارة وهيمشي بيها. فطبعا ده هيسبب إلى يعني ارتفاع حمل حراري في الهواء المنطلق من التكييف، لابد إن أخده معايا في الاعتبار، لأن دوت يعني هيضيف لي الحمل الحراري على التكييف ذات نفسه. يعني نفس المكنة بتاعت التكييف هي بتمثل حمل حراري على منظومة التكييف، فلازم أخدها معايا في الاعتبار. والجدول اللي احنا شفناه قدامنا دوت هو بيدي لك كمية الحرارة اللي خارجة من المواتير. فهنا عندك بالنسبة للموتور بيدي لك الايه الهورس باور بتاعه، يعني القيمة الموجودة عندك هنا دوت بالهورس باور. بعد كده في عندك الموتور هو نوعه ايه ذات نفسه، هل هو سنجل فيز، هل هو ثري فيز، وهكذا. وبعدين هو اوريدي بيدور كام لفه في الدقيقه. وبعد كده في عندك الافشنسي بتاعت الموتور قد ايه. فبالتالي لو احنا جينا شفناه مره تانية اهو، هتلاقي بقى في عندك اللوكيشن بتاع الموتور ذات نفسه، هل الموتور موجود في المكان اللي بيمر عليه الهواء المندفع، ولا الموتور خارج المكان اللي بيمر من عليه الهواء المندفع، وهكذا. فبالتالي هتلاقي كمية الحرارة اللي بتصل إلى الهواء تختلف باختلاف قدرة الموتور، تختلف لو الموتور ده خارج مسار الهواء أو داخل مسار الهواء. بعد كده هنبتدي ندخل على كمية الحرارة المصاحبة لتسرب الهواء من خارج المكان إلى داخل المكان. فنلاقي من ضمن يعني الطرق اللي بحدد بيها كمية الهواء المتسرب من الخارج هو مرتبط بالشقوق اللي موجودة في الويندو. يعني هنا في عندك فواصل، مش الويندو دوت، في عندك مثلا الشباك فيه مفصلة، فالمفصلة ديت طبعا بيبقى الإطار بتاعها بيعتبر كأنه شقوق بيتسرب منها الهواء إلى داخل المكان. فقال لك بالنسبة للنوافذ فأنا بجيب المحيط بتاع النافذة، فمحيط النافذة دوت لما أجيبه أروح ضربه في 37% CFM لكل قدم من المحيط بتاع النافذة. ده بالنسبة للنوافذ. طب بالنسبة للأبواب، الأبواب برضو ديت هي من ضمن العناصر الإنشائية اللي بتسرب من خلالها الهواء.
قال لك لا، هو الباب ده هو اوريدي باب منزلي، فانا هعتبر ان كل يعني مسطح منه، كل مساحة بالفيت سكوير هيدخل من خلالها 5 من 100 سي اف ام. سي اف ام يعني ايه؟ كيوبيك فيت بير مينت. طيب لو هو ابواب بتاعت اماكن غير منزليه، تجاريه بقى، صناعيه، خدميه، فبالتالي هيتلاقي ان الرقم هيتضاعف، هيصل الى 1 قدم مكعب في الدقيقه لكل مسطح، لكل قدم مربع من مسطح الباب. دي طريقه. في طريقة تانية بالنسبة للأبواب غير المنزلية، غير السكنية يعني، فبيقول لك لو أنت عندك في أبواب اللي هي يعني بتبقى بتشتغل يعني عادي، الأبواب بتاعتها اللي هي سوينجينج. سوينجينج يعني إيه؟ يعني الباب بيتأرجح، يعني أنت بتعمل له سوينج، بتمرجحه كده في الفتح عشان يفتح، وبعدين ترجع تاني إيه، تقفله، فكأنك أنت إيه، في سوينج يعني. فبيقول لك ان السوينج دور لو في ما فيش عندي يعني فراغ معماري فاصل بين الجو الخارجي والمكان ذات نفسه، بيسموه فيستيبيول. فيستيبيول دوت ممكن نقول عليه ايه، لو المدخل، المدخل بتاع المبنى، ففي عندي سوينج دور عند المدخل بتاع المبنى، فكل شخص بيدخل بيصاحبه 900 قدم مكعب بيدخل مع الشخص وهو داخل. فطبعا لما اعرف هو في كام شخص بيدخل في الدقيقة، فاقدر اعرف عندي في كام 900 قدم مكعب بيدخل في الدقيقة. طيب ده لو ما فيش عندي ايه، مدخل للمبنى. لو في عندي مدخل للمبنى فالقيمة بتقل، يعني بتبقى 550. طب لو هو باب دوار زي اللي بنشوفه في الفنادق، فكل شخص بيدخل بيصاحبه في دخوله 60 قدم مكعب. في طريقة ثالثة بتعتمد على الـ Air Change per Hour. يعني إيه الـ Air Change per Hour؟ ببساطة يقول لك أنت احسب حجم المكان، حجم الفراغ اللي أنت عايز تحسب له الحمل الحراري بتاعه. فالفراغ دوت يعني شوف هو هيتكرر كام مرة في الساعة، يعني انت دخلت كمية هواء قد حجم الفراغ دوت كام مرة في الساعة. فبيقول لك لا، طبعا هو مرتبط، لو كان المبنى دوت يعني معمول ان هو تايت، يعني تايت يعني ايه، يعني ما بيسربش الهواء من الخارج الى الداخل، معمول من عناصر انشائية اغلى، او هو ميديوم يعني ايه، من عناصر انشائية بتاعته ان انت يعني مش حاكم الهواء قوي يعني، او ان هو لوز يعني انت مش حاكم الهواء خالص بقى. فبيتراوح من نص في التايت المباني المحكمه، واحد لو هي مباني عاديه، وواحد ونص لو هي مباني لوز. لوز يعني انت مش مهتم قوي بتسرب الهواء من بره لجوه ولا من جوه لبره، فهتجيب حجم المكان وتضربه في مره ونص او مره او نص مره، يبقى انت كده في عندك معدل تدفق الهواء من الخارج الى الداخل في الساعه. بس خلي بالك انت بتحسب في بريتش ريت لكل دقيقه، فانت بتحتاج بعد كده تقسمه على 60 عشان يبقى كميه الهواء بالكوبيك فيت لكل دقيقه. طبعا كل القيم اللي احنا بنحسبها ديت في الاخر انا بحطها في جدول، بحطها في جدول. الجدول دوت هو كمية الحرارة بتنتقل عبر الإزاز بالكوندكشن اللي هو عندي أول مجموعة هنا، تاني مجموعة اللي هي كمية الحرارة بتنتقل عبر الجدران، يعني السطر دوت كمية الحرارة بتنتقل عبر الأسقف أو الأسطح، اللي تحتيها ديت اللي بتنتقل عبر الأرضيات، اللي تحتيها بتنتقل عبر البارتيشن. وقلنا البارتيشن ده هو جدار يفصل بين مكان مكيف ومكان آخر غير مكيف داخل المبنى. وبعد كده في عندي كمية حرارة بتنتقل من الأبواب، وإن كان يعني في الحقيقة يعني إنك بتحسبها في الغالب الأعم ما بتبقاش مؤثرة يعني. بعد كده بندخل بقى على كمية الحرارة بتنتقل بالإشعاع عبر النوافذ،
بعد كده بتحط هنا كمية الحرارة بتنتقل بالإضاءة، اللي بتنتقل بالأشخاص، اللي بتنتقل عن طريق الإكويبمنت، الإنفلتريشن، ومجموع كل دوت. فأنت كده حسبت كميات الحرارة اللي دخلت المكان، اللي بنسميها الروم هيت جين. طيب هو الموضوع كده بس؟ لا مش كده بس، انت في كمان عندك، انت بتحتاج ان انت تجيب كمية هواء نقي من بره وتدخله داخل المكان بإرادتك الحرة. يعني انت عندك إرادة وكنت مصمم انك تجيب هواء من بره، اصلا درجة حرارته مرتفعة وبيحتوي على كمية رطوبة اعلى، وعايز تدخله جوه المكان، فبالتالي انت محتاج ان انت تشيل الحرارة ديت منه قبل ما تدخله. فهنلاقي كمية الحرارة اللي احنا محتاجين نشيلها ديت برضو بتحتوي على جزء سنسبل نتيجة ان انت خفضت درجة حرارته، بتحتوي على جزء ليتنت اللي انت نتيجة خفضت برضو المحتوى المائي داخل المكان. واللي مكتوب تحت دوت هو تفسير كل عنصر من العناصر ديت اللي موجودة. فهنلاقي ان في عندي كيو اس وكيو ال، هي سنسبل وليتنت. سي اف ام كمية الهواء بوحدات كيوبيك فيت بير مينيت. تي سي اللي هي فرق درجات الحرارة بين الهواء اللي انت جايبه من بره بدرجة حرارة الهواء الخارجي ناقص درجة حرارة الهواء اللي انت هتسقعه، يعني انت هتخرجه من المكيف ذات نفسه. يعني انت بتسحب مثلا من بره درجة حرارة هواء عند 40 وبتدخلها، يعني بتزقها على الكولينج كويل عشان تقلل درجة حرارتها ل 12. يبقى الفرق كام؟ 40 ناقص 12 يعني عندك في 28. 28 طبعا هتضربهم في 9 على 5 هتبقى بالفهرنهايت. وال WO وال WI ديت هي المحتوى الحراري اللي هو بجرين بير باوند، وديت قصة تانية يعني هتلاقيها لو انت هتشتغل بالوحدات البريتش يونت. طيب يبقى انا كده محتاج اعرف، انا محتاج ادخل كمية هواء قد ايه من بره لجوه. فمثلا لو كان في عندك صالون بتاع حلاقة، فبيقول لك والله انت هتحتاج تدخل يعني كيوبيك فيت بير مينيت، يعني قدم مكعب من الهواء في كل دقيقة مقداره 4 من 10 اللي داخل المكان ده بالنسبة لمساحة المكان بالفيت سكوير. يعني ده في الآخر هتضربه في مساحة المكان بالفيت سكوير، يبقى أنت كده عندك إيه كمية الهواء اللي أنت جايبه من بره. طب لو هو مثلا زي محل تجاري فهتضرب في 2 من 10 وهكذا. يبقى بالتالي أنا أقدر إني أطلع كمية الهواء اللي أنا عايز أدخله متجدد داخل المكان، وأقدر أحسب من خلاله من المعادلة السابقة الحمل الحراري بتاعه. بس خلي بالك لو هي كمية الهواء اللي انت حاسبها من عن طريق الجدول ديت طلعت أقل من 15 كيوبيك فيت لكل شخص موجود داخل المكان، يعني تضرب ال 15 ديت في عدد الأشخاص، لو كمية الحرارة اللي انت حسبتها من هنا، كمية الهواء اللي انت حسبتها من هنا طلعت أقل من الضربية اللي فوق ديت، تاخد اللي فوق. لو اللي فوق أقل من اللي موجود هنا تاخد اللي هنا، يعني انت تاخد الأعلى سواء انت طلعت كمية الهواء المتجدد دي عن طريق عدد الأشخاص اللي موجودين داخل المكان في 15 لكل واحد منهم، أو القيمة بتاعتك ديت المحسوبة لكل فيت سكوير من مساحة المكان. بس خلي بالك برضو لو احنا قلنا كمية الهواء اللي انت جايبها من بره دي عن درجة حرارة 40، طب هل هي درجة حرارة الهواء الخارجي بتظل ثابتة في ال 24 ساعة ولا بتختلف؟ تختلف. فلازم تعرف الساعة اللي انت بتحسب فيها ديت درجة حرارة الهواء تاخده ومقدارها بتساوي كام. طيب يبقى اذا درجة حرارة الهواء الخارجي لازم اني اطلعها من خلال الجدول ده. طب الجدول دوت يعني ايه هي مدخلاته عشان اطلع مخرجاته؟ المدخلات بتاعته اللي هو الديلي رينج، اللي هو الفرق بين الصغرى والعظمى. انت في عندك الفرق بين درجة حرارة العظمى والصغرى قد ايه، وبعدين انت بتحسب عند أني ساعة، فبالتالي أنت درجة الحرارة العظمى ديت محتاج إن أنت تقلل منها
القيمة اللي موجودة في الجدول. يعني لو احنا قلنا مثلا عندي درجة الحرارة الخارجية العظمى مثلا 120 فهرنهايت، وعندي فيه 20 درجة ديدي رينج، وانا بحسب الكلام دوت الساعة 4، نيجي كده عندك الساعة 4، ادي الساعة 4 اللي هي 16، الساعة 16 وانا عندي 20 ديلي رينج، يبقى اذا في عندي واحد، فاذا ال 120 اطرح منها واحد، وهكذا بقى بالمثل. طبعا كل الكلام دوت هبتدي بقى احطه هنا عندي في الايه، في يعني الفنتليشن، هعوض عنها هنا ايه في المقدار دوت، ودوت هيبقى حمل بقى موجود على الكولينج كويل، ودوت هو اللي انا بختار منه المعدة اللي تحقق لي درجة الحرارة المطلوبة داخل المكان، نتيجة إنها بتشيل كل الحرارة اللي موجودة في الجدول ده. وبكده يبقى إحنا حسبنا كمية الحرارة اللي دخلت المكان من بره، وحسبنا كمية الحرارة اللي اتولدت داخل المكان جوه، وقدرنا نعرف مجموعها سواء كان sensible أو سواء كان latent. وبعد ما انا طلعت السنسبل والليتن، فبالتالي اقدر اختار المكنه المناسبه، وديت هيكون ليها فيديو منفصل. والى اللقاء في الفيديو القادم، هيبقى الفيديو رقم 18. الى اللقاء يا باشمهندس، سلام.